نديرو لهنا تحميره لهذاك الدجاج، فيها واحد 3 ملاعق ولا 4 زيت زيتون، شويه عكري، سماق، سماق كميه مليحه نديرو، فلفل الكحل، فوالا عصره تاع ليمون. هادي حندهنو بها الدجاج ونبعثوه يتحمر، وشويه تاع الملح. عاودوا لنا لا روسيت تاع الخبز فقط. يلا لا روسيت تاع الخبز كان فيها 2 كيسان فرينه، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، مغرف كبيره سكر، كان فيها 2 مغارف تاع زيت الزيتون، كان فيها 3 مغارف حليب ليكيد، كان فيها كاس غير ربع ماء دافي، كان فيها شويه ملح اكيد. هذا ما كان خميره سكر ملح ما الحليب زدته على جال باش يحمر لي لانه راح نطيبه في المقله. زيت زيتون هذا ما كان، وتخلطي الكل وتخليه يخمر، بعد ما يخمر تقسمي الكميه نجيب الدجاج تاعي اللي كان طاب نحطوه في بلاها كي يروح للفوق. قلت لكم قد ما يطيب هذا الدجاج بلا الماء قد ما يجي الطبق مليح، تربدوش معاه البصل اجو حاولوا تربدو غير الدجاج. كي تشمي ريحه ليزيبيس هي انه فيه بزاف ليزيبيس، وداك الهي اللي مدلو ذوق رائع. نحاول نحي هذا الهيل والبصل هذا. يلا نحكم هذيك اللي هي واش درنا فيها. يلا فيها 1 ¼ ملعقة زيت زيتون، ملعقه معمره مليح تاع سماق، ملعقه عكري باش يحمر لي الاخر، شويه ملح، شويه فلفل كحل فقط. نخلي منها هذه شويه حندهن به الخبز ديالي. هلا تخلوه كميه قسم ملعقه ولا، دوك نوريكم واش نديرو به. نبعث الدجاج تاعي يتحمر، راهو طايب يتحمر فقط من الفوق. هلا نزيدو له شويه باش يتحمر شفاف.